كده خاص بصحيفة اليوم السابع، لأنها اعتذرت من اللبنانيين بعد ما نشرت خبر تحت عنوان اللبنانيون يتكالبون على متاجر الأغذية لتخزين احتياجاتهم قبل الإغلاق الشامل. نص الاعتذار كان بالضبط زي ما هقراه لكم كده. قررت مؤسسة اليوم السابع تصحيح عنوان غير موفق عن الشأن اللبناني في إطار مادة منقولة عن إحدى الوكالات الإخبارية البارزة عربيا، وذلك تقديرا لمشاعر الشعب اللبناني ودرءا لأي شبهات أو سوء فهم قد يمس بالعلاقات السياسية والشعبية الراسخة بين البلدين. وزيرة الإعلام اللبنانية اعتبرت العنوان اللي كان قبل كده نقلته اليوم السابع عن الوكالة العربية اللي قالت عليها دي ان ده عنوان مهين، وطلبت باستدعاء السفير المصري في لبنان علشان يعني نوع من انواع الاحتجاج والاعتراض على هذا العنوان اللي اثار ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا بين الصفوف اللبنانيين، وعشان كده كان فيه القرار ده. خلينا نشوف يعني تفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال المداخله دي مع زميلنا اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ اكرم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ اكرم. اهلا بيك. ازيك انت مالك صوتك هادي كده؟ انت ايه، مجهد ولا نايم ولا ايه؟ لا لا خالص خالص خالص. طب علي صوتك كده عشان يرفعوه من عندكم بقى. يرفعوه من عندكم. لا لا انا عايزك انت اللي تعلي لي صوتك. طبعا انا بحييكم على ان انتوا بادرتوا بسرعه في تقديم اعتذار، ولكن انا عايز اعرف وجهه نظركم، لان عنوان الخبر قد يراه البعض خبر عادي. عنوان عادي، دول كثيره بالزبط. كتب عنها بالزبط. ذلك احنا في مصر عملنا ده وقلنا في وقت من الاوقات يا جماعه ما تتكلبوش على المحلات، يعني لا يوجد اهانه في الخبر ولا في العنوان. انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم زعل وزيره الاعلام اللبنانيه، وبرضه لو زعلانه على راسنا، احنا ما نحبش حد يزعل مننا ولبنان اشقائنا، ولكن انتوا شفتوا مبرر الاعتذار ايه؟ انا عايز افهمه كصحفي. لا هو احنا الحقيقه زي ما انت قلت بالظبط، اولا ده خبر وكاله وده مسؤوليه الوكاله اللي نشرته. الامر الثاني ان في زملاء في الداخل والخارج كتير جدا نشروه بنفس العنوان. الاحتجاج كان على اليوم السابع، يمكن لانها الاكثر انتشارا الاكثر تاثيرا، انت عارف يعني أكيد. اعتقد انه ده السبب الرئيسي ان هم سابوا كل ده، مش مثلا اعتراض على ايه الصحف المصريه، وده مش مقر راي، ده خبر. ايوه هي وكاله ايه اللي كانت نشراه؟ الامر الثاني انه وكاله انباء الشرق الاوسط. ايوه الامر الثاني في الموضوع ده هو احنا ليه انت بتقول ليه اعتذرنا؟ لان احنا انت عارف لبنان بالنسبه لمصر حاجه كبيره، ومشاعر اللبنانيين وفي ظروفهم دي ومتخذين طبعا قرارات حرجه جدا وكذا، برغم انه يمكن احنا في مصر انت نفسك قلت احنا متعودين على النوع ده، يعني اللي بيحصل في مصر مصر جبل بقى في الموضوع ده، مش بس يعني الحقيقه في صحف طائفيه يعني بتشتم. لا ولبنان دي بلد الحريات، اللي دول بيسخروا من رئيس الجمهوريه ومن رئيس الحكومه وبيعملوا كل حاجه بالظبط. انا مستغرب من يمكن الحساسية. يمكن يمكن تاثيرات السوشيال ميديا. احنا طبعا يعني عملنا التوضيح ده يعني احتراما للشعب اللبناني، واحنا يعني بنعتز بالشعب اللبناني وعارفين ان احنا هم في ظرف صعب جدا، سواء بعد الانفجار او مع كورونا او مع ظروف اقتصاديه صعبه، فاحنا لا واحنا معاهم، واذا كان هذا سيرضيهم فاهلا وسهلا. بالظبط المؤسسات الكبرى والصحف الكبرى تفعل هذا برحابه. بالظبط بالظبط. واحنا عملنا ده لانه زي ما قلت لك انه في ناس كثيره وزملاء نشروا، وعلى فكره يعني مش عاوز اقول مثلا في صحف في لبنان نشرت نفس الخبر ده بنفس الطريقه، لكن احنا طبعا مراعاه، ويمكن يتكالبون ويتزاحمون. احدى الصحف اللبنانيه اللي كانت بتتكلم ده قالت انه ده لغويا ما فيش اي حاجه واحنا مش شايفين فيه اهانه. ايوه لكن يعني على كل إن احنا عملنا ده لانه احنا يعني الظرف ممكن يبقى ضاغط كبير وكده، فاحنا يعني قلنا ايه ان احنا نضرب الشبهات في الموضوع ده، لكن كمان نتمنى بقى انه الناس اللي بتتابع مثل هذا الموضوع يلتفتوا الى بعض الصحف اللي فعلا بتحط بقى الزيت على النار وبتعمل لا ويشوفوا مصر مستحمله افتراء وكذب قد ايه. احنا برضو مصر ليه بقى؟ لان مصر برضو بلد كبيره وبتتحمل ده، يعني مش بس بتتحمل، يعني مش خلافات وجهات نظر او راي،
ده شتائم ومنصات ممولة، لا وفيديوهات مزورة وكل شيء. أستاذ أكرم معلش السؤال الأخير، هل تم اتصال مع أي حد من الجانب اللبناني؟ هل حد في وزارة الإعلام اللبنانية تواصل مع خالد صلاح مع اليوم السابع؟ إحنا مجرد ما شفنا الموضوع ووزيرة الإعلام أو القائمة بوزيرة الإعلام أو كده، يعني تعاملنا معاه بمسؤولية، يعني معنى ان احنا يعني اولا ده مش خبر يعني هيهد الدنيا ومش انفراد خالص. الامر الثاني احنا برضو شايفين تقديرا برضو، يعني ده في جزء تقدير لليوم السابع باعتبار انه زي ما قلت لك مثلا وكالات كتيرة وصحف كتيرة ومواقع كتيرة جدا نشرت وبما فيها في مصر ومحدش التفت ليها ولا اليوم السابع، فما حد يعاملك على انك كبير لازم تتصرف عليه. بالظبط هو كان اعتذاري الكبير، ده كان افضل لفظ ممكن يتقال، اعتذاري الكبير اللي كان للكبير. من اليوم السابع طبعا للكبير ايضا لان لبنان بالنسبه لنا بلد عزيزه ودوله الوطن العربي كله طبعا، يعني طبعًا. لبنان حته من قلوبنا كلنا يعني. احنا بنشكرك جدا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير التنفيذي باليوم السابع، شكرا جزيلا. وفعلا اليوم السابع اكثر يعني خلينا نقول انتشارها على المستوى كمان السوشيال ميديا، كانت لسه واخده جايزه قريب احنا اذعناها هنا طبعًا. عندنا في حديث القاهره الخبر